الله الله على الجد والجد، الله الله عليه. الماتش دوت لازم تكسبوه عشان انتوا ما بتقبضوش قليل، ولازم تلتزموا بخطة دكتور ربيع عشان هو ما بيقبضش قليل. وكل اللي بره الملعب تسمعوا كلامي انا فيه عشان انا مش قليل. عاوزكوا تلتزموا بالثبات الانفعالي، اول ما تشوفوا الفرقه داخله تبصوا في عينيهم وتقول لهم من جواكوا الشباب عسول، بس اخوك زي ما الكتاب بيقول. بص اللعيبه وصل اهي. ثبات الانفعالي عادي، كاريزما، كلنا كاريزما. زيدان عادي. باراكوتا وايه يعني؟ ايه دي؟ التنوشي سيدة معايا؟ صحة وعافية. لو عايز تهده هات له جده. ايه يا كابتن زيزو؟ ايه كنت؟ كنت ايه؟ انت مش قايل اننا جايين نلاعب نجوم الصعيد الجواني ونعمل كمان اعلان لكومباوند وقلت انه غالي قوي؟ امال لو حاجزين ساعتين في اي ارض خماسي تحت الدائري كانت الاجواء كانت هتبقى عامله ازاي؟ سيبك من الاجواء، احنا من ساعه ما دخلنا البلد دي والناس مبلمين لنا، شكلهم هيعملوا اي حاجه عشان يكسبوا الماتش النهارده. يا عم انا قلت مش عاوز اجي معاكم. عادي يا عم موسى، ما احنا شفنا الاجواء دي واكتر منها كمان في افريقيا. بس احنا مش في افريقيا يا كابتن سيد، احنا في مصر. وبعدين انا مش فاهم هم مبسوطين بينا ولا بيخوفونا عشان يضغطونا قبل الماتش ولا ايه؟ ما تهدوا يا كابتن، في ايه؟ قلبك خفيف كده ليه؟ الناس شكلهم مبسوط، وايه اللي هيزعلهم يعني؟ احنا جايين نلعب فرقتهم اصلا وصار معاهم اعلان، هما بس تلاقيهم ما شافوش حد مشهور قبل كده، زي سعد سمير لما تنح لكافاني في ماتش الاورجواي. فاكر فضحنا في كاس العالم. ايه بس ده كاس العالم، انت هنا في الصعيد والصعيد ما بيهزروش، جمهور الصعيد ده هيعمل اي حاجه عشان يكسب الماتش. يا عم هو في احلام الصعيد وجو الصعيد وفطير الصعيد ومش الصعيد وبط الصعيد. في يا كباتن، احنا جايين نلعب ولا جايين ناكل يا كباتن؟ يا جماعه احنا جايين ننبسط، وبعدين دول الصعيدة اجدع واطيب ناس. يا جماعه احنا كاريزما اهم حاجه، التركيز التركيز. بصوا في عينيهم قولوا ورايا الشباب عسول. بعد اذنك يا حبيبي يا كابتن. الله يا ولودي، يمين بالله منورين المظاريط. بس يا بس بس ايه شغل الاحداث ده؟ اول مره تشوفوا لعيبه كوره منورين يا رجاله؟ قسما بالله منورين، نوركوا غطى على الكهرباء. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوفكوا على التلفزيون حاجة وعلى الحقيقة نفس الحاجة. المهم المهم إن شاء الله تبقى الرحلة كانت سعيدة. وعلى فكرة أنا كنت موزع على كل حد فيكو كل واحد كيسة سمرة فيها جبنة نستو، اللهم صل على النبي، ودنش بالقرفة و بيقول إيه؟ واسمه إيه؟ وبيست، علبة بيست اللي هي بترشق فيها الشفاطة من تحت. يا عم انت بتقول ايه يا عم حزلقوه؟ ده كلام ده ولا خواطر؟ وايه علاقته باللي احنا جايين نعمله هنا؟ مش شكر يا عم جدو، مش شكر، انا همشيها خلقك ضيق عشان خاطر الطريق والعفره والمطبات. ماشي يا عم. المهم يا كابتن الطريق ما يتوهش صح؟ مش مهم مش مهم، هي كلها منفذه على بعضها، اهم حاجه هنبدا الماتش امتى وهنبدا تصوير عن امتى. دلوقتي اهو هم بس يظبطوا الكاميرات والراكورات والحاجات دي، ما تقلقش. يا عم حزلقوه، يا عم حزلقوه، كل اللي قلتوه ان احنا نيجي هنا علشان نصور اعلان لكومباوند، وكومباوند غالي كمان. هنا المزاريطة هايتس. ايوه اللي هو فين بقى؟ هو قال لك فين؟ مين اللي قال لي؟ هو هيبقى على فكره تشطيب سوبر لوكس باذن الله، مش نظام بحر وحلوق. وعلى فكره احنا كنا عاملين تويتات عن تونات وتوينات، او التوينات وتونات. يا عمي احنا من ساعه ما دخلنا البلد بتاعتكم دي احنا لا شفنا تويتات ولا توينات ولا دوبلكسات ولا شفنا اي حاجه خالص.
يعني هو هيبقى في المزاريطه هنا ولا فين ولا بره ولا ايه؟ انت مخوني ليه يا كوتة؟ هو انت حاجز واحد وخايف المقدم يطير عليك؟ لا لا الا الله، قلنا لك هنا في نعيم الحلاق. فين؟ انا ما اعرفش وانا بسالك، اصلا ما فيش حد اسمه نعيم هنا. طب انت بتسالني ليه يا عم؟ هو السؤال حرم؟ لا لا الا الله. خلاص بصوا يا جدعان، اللي ليكوا عندي ان الاعلان هيبقى باذن الله على شكل ماتش في ملعب هنا، احنا عشان كده جايبين كريمه اللعيبه عشان الشيء لزوم الشيء. يا عم حزلقون. حزلقون ايه يا عم؟ حزلقون بالميم، ميم زي مياصم. يا عم اي حزق اي حاجه، عايزين نعرف هنغير قدومنا فين. ما تقلقش، عاملين لكل لعيب كابينه. طب يلا عايزين نخلص بس عشان عندنا مشوار. بس هو في مشكل صغير، الحمام على بعد هكتار من الملعب. ايه الهكتار ده؟ 10,000 كيلو. 10,000 كيلو؟ انت اكيد بتهزر، ده احنا نروح نعملها في غانا احسن. لا 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 طبعا، احنا برضك نفهم في الاصول. انا حالا هقوم بانشاء دير وخيش لكل لعيب. بس عندي سؤال لا مؤاخذه، هو انتوا ليه بتتخلقوا عليا؟ ما انتوا بتقعدوا 90 دقيقه ماسكين نفسكم، جت على الثلاث ايام بتوعي. خيش ده ايه الكرم ده يا عم حزلقوه؟ ليه يا جدو؟ على فكره انا بحبك وكنت دايما بصيتك في كل حته. شكرا يا عم حزلقوه. حزلقوم بيه؟ نعم. كنا عاوزين ناخد من الكباتن سفونير ونتصوروا معاهم التصوير وينضلنا على الفلالين. امال فين الكاريزما اللي قلت لكم عليها؟ مش قلنا نبص لهم من فوق مزاريطه هايتس؟ صح، بس معلش دي فرصه ما تجيش في العمر الا مره واحده بس. الله يرضى عليك. لا ما ينفعش تصوروا مع الكباتن. لا يا عم لا اله الا الله يا عم، بس سيب الراجل يتصور يا جدع. الصوره على فكره انت متنمر. انا متنمر؟ وش وش ما تعبانين ايش اهو. طيب خلاص انا عايز اتصور، اتصور بس خفافي خفاف. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. هروح انا بقى اعمل الدرو الخيش، ما تقلقش يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. من هنا يا كابتن بركات منور، معلش بس السيلفي يبقى مع خلفيه الدوار. الله يرضى عليك. ماشي يا فزاع. الله يرضى عليك، ومعلش التوقيع. الله يرضى عليك امضتكم الكريمه. محسوبك فزاع. طب صعيد نفرد لي. طيب قبل ما اخده جناب. محسوبك فزاع. الى محسوبي فزاع. يلا يا سيدي. الله يرضى عليك، الله بركات ملك الحركات، منور المزاريطه كلها. يا عم فزاع المزاريطه منوره باهلها. قبل جنابك انا من اشد معجبينك، انا معاك من ايام السكه الحديد. لا ما تقولش، انت تعرفني من ايام السكه الحديد؟ يمين بالله، من وانت صغير نجم وموهوب. قبل جنابك الموسم اللي لعبت مع السكه الحديد ده وانت صغير هبطوا درجة تانية من يوميها مع ودوشي. بس ولا يهمك، اللي قاعدوا في الممتاز عملوا ايه؟ خبر جنابك احلى ايام ليك في المنتخب مع كابتن جوهر الله يرحمه. الله يرحمه. ليك جون في الجزائر يا عيني الاولاني فارس. طيب الاحلى من ايه؟ الفرصة اللي ضيعتها قدام الجزائر برضك في كأس العالم، تصفية كأس العالم الثالث جيالك حطها. بس يلا مش مهم، يعني راحوا المونديال يعني عملوا ايه؟ منور يا كابتن بركات، منور. خليك خبر جنابك، انا في الفرقة اللي قدامك، عدوك اللدود. لا لا الله الله، عدو ليه اللي دخل العداوه عم فزاع؟ الله ايش حلو ما كانش برش ودي. فين الروح الرياضيه؟ ايه صح يا كابتن، عندك حق والله، عودونا على الكلام التخين والعداوه والكلام. منافس جنابك، انا اللي منافس اللي قدامك، وكنت جاي طمعان يعني وعشمان تديني كم تعليمك ده. عاوز تعليمات انفذها قدامكم. عايز تعليمات وانت بتلعب قصادي؟ اي اللي انتوا اخترعتوا كره هنا ما نعرفش عنها حاجه؟ عايز تعليمات؟ ايوه خد تعليمات. والله لا اديك تعليمات، هو يعني كان اللي خدوا التعليمات عملوا بيه ايه؟